مركز الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم. يعقد اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا لإطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي في جميع المحافظات، وذلك بمقر الجهاز بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات. ويهدف المؤتمر للتعريف بأهمية التعداد الاقتصادي بالنسبة للدولة ورجال الأعمال والمستثمرين. شهد وزير النقل هشام عرفات التوقيع بالأحرف الأولى على عقد إسناد الهيئة القومية للأنفاق إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو الأول والثاني والثالث إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ويأتي هذا التوقيع كأول تفعيل لصدور تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق بنقل تبعية أصول خطوط المترو من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة مطروح لتنفيذ الأعمال الهندسية بالمحافظة. يهدف البروتوكول إلى قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ المشروعات الهندسية في المحافظة وتوريد عربات ومعدات إطفاء الحرائق ورفع كفاءة وصيانة المباني والمنشآت وتركيب نظم إنتاج الطاقة المتجددة والموفرة ورصف الطرق وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية. طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من البرلمان تأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات حولهما لم تنتهي بعد، فيما قدم اسمين لشغل منصبي الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء، وهما يعرض ناظم فرمان العبودي لشغل منصب هيئة الاستثمار الوطنية ونوفل أبو الشون الحسن لهيئة مستشارية رئاسة الوزراء. قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه زعيما البلدين في المحادثات التي جرت في الأرجنتين. وقالت الخارجية إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مرت بعواصف من قبل، لكن العلاقة المتينة عادت بالنفع على البلدين فضلا عن تعزيز الاستقرار العالمي. يواصل المواطنون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي أرجئت 3 مرات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا، ومن المقرر أن تعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 يناير المقبل ليؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 من الشهر نفسه وفقا لمفوضية الانتخابات. أعلنت الشرطة في بنغلاديش أن 5 أشخاص قتلوا في اشتباكات رافقت الانتخابات التي تجري منذ صباح اليوم في عقب حملة دامية تخللتها أعمال عنف، حيث قتل 3 أشخاص في مواجهات بين نشطاء من حزب رابطة عوام الحاكم وأنصار حزب بنغلاديش القومي المعارض في حوادث منفصلة، وقتل 2 برصاص الشرطة، أحدهما بعد محاولته سرقة صندوق اقتراع والثاني عندما حاول نشطاء من المعارضة اقتحام مركز اقتراع وفقا للشرطة. انتهى الموجز، في أمان الله.